خبر مؤسف منذ قليل، وهو خبر وفاة أحمد ابن الفنان القدير سيف عبد الرحمن زوج المخرجة دينا واصف. أحمد ابنهم توفي عن عمر 19 سنة في حادثة عربية مؤلمة جدا، واللي أعلن الخبر هي والدته المخرجة دينا واصف على حسابها على الفيسبوك، وكشفت عن تفاصيل الجنازة ونشرت بوست وكتبت: إنا لله وإنا إليه راجعون، أحمد ابني في ذمة الله، صلاة الجنازة في مسجد السيدة نفيسة ظهر اليوم. وبعدها نشر الفنان سيف عبد الرحمن نعي الابن الراحل على حسابه الشخصي على الفيسبوك، وكتب: ألف رحمة ونور عليه في جنة الفردوس الأعلى إن شاء الله. والجدير بالذكر إن الفنان سيف عبد الرحمن من حوالي 7 سنين فقد ابنه الأكبر الشهيد والعقيد كريم سيف عبد الرحمن من زوجته الفنانة رجاء حسين. وعلقت رجاء حسين على وفاة أحمد ابن زوجها وقالت في تصريح خاص: أحمد كان زي ابني وربطتني بيه وبأمه علاقة طيبة، وكان بيناديني بماما وحس بصدمة جدا بوفاته. رحم الله الفقيد وألهم أهله الصبر والسلوان. وما تنسوش لايك للفيديو وتشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.